مرة تانية وحلقة مهمة جدا جدا، وبشكر تفاعلاتكم كمان على الفيسبوك على قناة الأهلي. هقرأ طبعا بعضها بعد شوية بإذن الله تعالى. حلقة كان عنوانها كان وأخواتها، كان وأخواتها، أمس، أصبح، ما زال، ما دام، كلها حاجات مرتبطة بالأحوال اللي احنا عايشينها. وما زال البحث جاريا عن ياسر محمود لو تتذكروا، وما زال أحمد حمدي في ملطة بعد نفيه في مباراة طلائع الجيش رغم اعتراضي على مستواه، لكن في أمور متشابهات زي ما قلت لحضراتكم. ليه عبد العزيز السيد ما راحش ملطة؟ ليه أمين عمر ما راحش ملطة؟ ليه يعني أحمد حمدي بس هو اللي بيروح؟ ليه محمد أبو خاطر حكم الكرة الشاطئية المتواجد على الساحة التحكيمية برضو قانوني ولا مش قانوني؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ مش عارف. كل الحاجات دي هتاخدها مع خبيرنا كابتن سمير عثمان. مساء الفل. مساء النور يا كابتن سيد. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله وبركاته. كله بخير؟ الحمد لله. انت نجم الاسبوع بلا جدال. هو متألق. جد ظروفها يعني. جد ظروفها. لا لا تستاهل، تستاهل كل خير. بدايه يا كابتن سيد انا طبعا انت اتفضل. بدايه طبعا انا بشكر دور الاعلام وحضرتك من الاعلاميين البارزين ان احنا بنوجه بس بعض الاخطاء اللي حصلت في المباريات التحكيميه، لان الاخطاء دي احنا بنجيبها مش بغرض السخرية ولا التجريح، أنا بنجيبها بغرض إن إحنا نتفاداها في الأسبوع اللي بعده والأسبوع اللي بعده عشان المسابقة تفضل. وطالما يعني كانوا سألوا بيكن باور لما خد كأس العالم سنة 90، ليه أنت خد كأس عالم؟ من ضمن الأسباب اللي قالها عشان أنا عندي حكم كويس مش بيعمل حساب للفرق الكبيرة ولا الصغيرة، بيلاعب كل الفرق زي ما هي. تمام. وطبعا أنا في موقفي هذا طبعا إن شاء الله يعني أتمنى الكبوة اللي إحنا بنمر بيها دي تعدي عشان نقدر نكمل بيت المسابقة على خير إن شاء الله، وليمكن طبعا أكون جلاد على أي حد من زمايل الحكام الصغار يعني. طب أنا قلت حاجة في المقدمة، هي صح ولا غلط؟ ينفع حكم شاطئي يكون موجود في كحكم ساحة ملعب عادي اللي هو الـ11 كرة القدم الطبيعية؟ وهل إحنا عندنا أصلا كرة شاطئية في مصر؟ ابتدي بنهايه السؤال. احنا ما عندناش دوري كره شاطئيه في مصر، بس في منتخب الكره الشاطئيه، بس احنا ما عندناش دوري. يعني الدوري المفروض فيه مباريات تتلعب عشان تقدر تنقي فيه الحكام. احنا الغريب احنا ما عندناش دوري كره شاطئيه بس عندنا حكام للكره الشاطئيه. تمام. ده اجابه نهايه السؤال الاولاني. انما بدايه السؤال، ما فيش ما يمنع ان ممكن الحكم الكره الشاطئيه يحكم في الملعب الكبير، ونفس القصه احنا عندنا برضو في احمد نوفل هو حكم كره خماسيه ومساعد حكم. اوكي. بس المفروض طبعا في تخصصات، المفروض كره شاطئيه يلعب كره شاطئيه بس، كره صالات يلعب كره صالات فقط. طيب شايف الاسبوع ده ازاي؟ يعني بمجرياته باحداثه بكل تناوله الامور التحكيميه، بوجهه نظرك كخبير تحكيمي او كنت متواجد في الاسره التحكيميه او الاسره التحكيميه. هو طبعا ده من اسوأ الاسابيع اللي انا شفتها على مر حياتي في كره القدم. بس احنا شفنا كتير على فكره الاسبوع ده. لا بس الاخطاء الاسبوع ده انا قلت في المقدمه، بس انت عارف كل سنه من ثوابت الحياه، يعني هات اسبوع في حياتك كده ما كانش فيه يوم ثلاث، جالك اسبوع ما كانش عندك يوم ثلاث. لا لازم يجي ثلاث، لازم يجي. هو الاسبوع ده لازم يجي لنا في كل سنه مره. بس جه بدري شويه السنه اللي فاتت احمد حمدي في اول اسبوع، وانت رايح على افريقيا لازم يبقى فيه دفع على طول، الحته المعنويه لازم عارف لازم اديها له كده، لازم اديها عشان تشجع اللعيبه. اه لازم. وبعدين يقول لك ايه؟ اوقفك تحبسني كمان. والله بص يا كابتن، يعني انا هتكلم خاصه على مباراه الاهلي والانتاج الحربي اللي خدت حيز كبير جدا، وكان لازم تاخد حيز كبير. يعني احنا مش بنكبر الموضوع، لا في احداث كتيره حصلت. انا الفتره اللي فاتت كنت على تواصل تام بالحكام، وطبعا خاصه ابراهيم نور الدين، وابراهيم نور الدين قال لي حاجات انا طبعا متاكد منها، ونفس القصه محمد ابو خاطر بعت لي حاجات. طب سؤال بس في منتهى الاهميه، يعني انا عارف انت راجل صادق طول عمرك. اكيد طبعا باذن الله. بس والله هتجاوب بالحق ان شاء الله. بالله عليك، طالما والله انا كلاعب كوره انا كلاعب كوره في المنظومه، يعني لما بتحصل حاجه زي كده عند لعيب ولا حاجه ممكن يتصلوا بيا او انا اتصل بيهم، وضع طبيعي كاسره. الاثنين كلموك؟ تمام. انا متاكد من ده. لا الاثنين كلموني. صح صح. طيب الاثنين كلموني. حلو جدا. قول لي بقى تفاصيل المكالمه. مش تفاصيلها، قول ده قال ايه وده قال ايه. لا بس خلي بالك، يعني هم الاثنين كلموني وفي حاجه ثانيه برضه. النبي من غير ما تزود. لا عشان انا لازم ازود. لا انا اقول لك عشان خاطر اقول لك الحقيقه. بص انا اقول لك على حاجه، بس انا خالتي بتحب تتفرج عليك جدا. بجد والله؟ جدا جدا. ولسه بعت لي مسج دلوقتي حالا بتقول لي ايه؟ قول له مباشر ده قال لك انا ما حسبتهاش، يعني اتقال ان ابراهيم نور الدين اتقال له الكره عاديه جدا ما فيش حاجه. تمام. ومحمد ابو خاطر قال لا انا ما قلتش حاجه. انا ما قلتش. ده الكلام اللي قالوه ولا غيره؟ هو ده الكلام اللي قالوه، مع كمان هما الاثنين كانوا في الـ في الـ
في اللجنه في الاجتماع الفني، الاجتماع الفني اللي عقب مباراه اللجنه بتعمله، بس هو كان جابوا ابراهيم لوحده في يوم وجابوا محمد ابو خاطر في يوم. ابراهيم انا مش هقطعك تاني بس وعد، بس عشان دي مهمه جدا. انا مش هقطعك تاني، مش هقطعك تاني يعني، وعد ان شاء الله مش هقطعك تاني. لا انا بس أقطع، انا عايز اعرف ده قال لك انا ما قلتش، وده قال لك قال، حصل ولا ما حصلش؟ لا حصل، حصل، حصل. يعني ابراهيم قال برده الاجتماع في الفني، مش ابراهيم الاهلي بس، برده في بعض الحكام قالوا فعلا. ابراهيم قال ان محمد ابو خاطر قال له العب الكره ما فيهاش حاجه، انا كنت جاي اصفر وما صفرتش. ده كلام ابراهيم. ومحمد ابو خاطر بقى إبراهيم. محمد ابو خاطر برده قالوها في الاجتماع الفني، عشان كده المفروض كان في الاجتماع الفني لازم هما الاثنين كانوا موجودين. بيقول لي انا ما قلتش، الحاجه الوحيده اللي انا قلتها انا مش شايف الكوره. هاني انت شفتها ولا لا؟ دي روايه ودي روايه، بس طبعا عندنا يعني في واحد حاجات فيهم ما بيقولش الحقيقه، من غير ما تزود. طالما في واحد بيقول يمين وفي واحد تاني بيقول شمال، لا يبقى طبعا في واحد طبعا فيهم الحقيقه عنده مش كامل. بس في نقطه، ابراهيم اما قال قصاد اللجنه كلها وقصاد الحكام، ده اول امبارح. محمد ابو خاطر برضو قالها قصاد الحكام، بس في جميع الاحوال في خطا، المفروض اتمنى الاثنين يستفيدوا منه باذن الله. سمير انا عايز، ابراهيم نور الدين قال لحضرتك محمد ابو خاطر قال لي اللعب ما فيهوش حاجه. مظبوط. محمد ابو خاطر قال لحضرتك انا ما قلتش حاجه. مظبوط. اتفضل بقى كمل. هو كده خلاص. لا اتفضل. ما انا بقول لك يعني هي الكره يا كابتن، اقرب واحد ليها طبعا هو محمد ابو خاطر. وخلي بالك بس، محمد ابو خاطر محترف تماما برده انه اخطا. يعني محمد ابو خاطر بيقول انا اتحمل مسؤوليه كامله، متحمل المسؤوليه كامله، بس بيقول خلاص. انا بس اتمنى بعد كده ان شاء الله ما تتكررش. تمام، احنا من الهدف مننا احنا ما نكررهاش باذن الله، انما طبعا اثرت تاثير سلبي. وانا يعني الان بعد كده على الفتره الجايه على ابراهيم ومحمد ابو خاطر، عشان الاثنين في القائمه الدوليه، فاتمنى ان شاء الله دي ما تاثرش عليهم في القائمه الدوليه يعني بصراحه. بس هي كده خلاص يعني، هو هنا قال له ما قالش، وابراهيم قال لي انه قال. مش وخلي بالك ابراهيم، بص ثانيه واحده، ثانيه واحده، بس في نقطه انا عاوز اعيدها، بس حاجه، بس يعني انا مش واقف مع حد. بس هنا ابراهيم، بص كابتن ايده ابراهيم هنا هيصفر ركله جزاء. طالما انك هتصفر ركله جزاء ووصلت للنقطه دي، انت عارف انت بتحط صفاره. خلي بالك، خلي بالك، انا بتكلم كحكم كوره، ما انا عارف، انا ما بتكلم كحكم كوره، انا ما بروح في لقطه زي بحط ايديا كده وابتدي هدي ورايح ركله جزاء، يبقى انا خلاص قراري نهائي ركله جزاء. في هنا حاجه حصلت بتقول له الكره مش ركله جزاء، عشان كده هو رجع. تعالى بس ارجع كده ثانيه يا سمير، بص ثانيه، لا ارجع 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 ارجع، سيبك من محمد ابو خاطر. محمد ابو خاطر يعني الراجل مركز لدرجه ان هو ما شافش. بالظبط، مركز لدرجه ان هو ما شافش. الكلمه اللي انت بتقولها دي حقيقيه على فكره. الكلمه اللي انت بتقولها، هو مركز في الرجل. بص بقى، لا ارجع بقى ثانيه واحده كده، صفاره ابراهيم دلوقتي مش في بقه. بص كده خلاص، ابراهيم رايح، بص حركه رجليه كمان خلاص. شمال تمام، رايح ناحيه الجول، رايح خلاص. ناحيه البنالتي، رايح ناحيه البنالتي. حاجه من اتنين، ارجع لي بقى كده، حاجه من اتنين، بعد كلام ابراهيم نور الدين، كابتن ابراهيم نور الدين مع كابتن سمير عثمان، اللي هو محمد ابو خاطر قال لي ما فيهاش حاجه، وبعد كلام محمد ابو خاطر لكابتن سمير عثمان انا ما قلتش حاجه، حاجه من اتنين، كابتن ابراهيم راح يصفر رسمي شور بشكل جسمي طبعا، وتقال له حاجه، يا اما افتكر حاجه. لا هو ما افتكرش، دي ما اقدرش اخش في النيه. انما انا كواحد، احنا طول عمرنا يا كابتن سيد بنقول الجسم التشريحي للعيب، النهارده اول مره نتكلم على الجسم مش التشريحي بتاع حكم المباراه. لا خلاص، هو واخد قرار انه ياخد ركله جزاء. في حاجه حصلت هنا، في حد قال له حاجه، انما افتكر حاجه محال، لان مش هنخش جوه نفوس الناس. مساء الفل. مساء النور يا كابتن. كمل يعني. لا استنى بس ما تروحش حته، انا عايز اقول حاجه بس، يعني مش مشكله تغلط حقيقة. لكن كمان صح. ما يبقاش في كلام للحقيقه، يعني مش حلو. اكيد دي هتبان مع، لازم اللجنه مش تبان خلاص يا عم، هتموت لازم يعني. لا مش هتموت، لا موضوع كبير. بس الله، ما امين عمر في مباراه انبي يعني ثلاث ضربات جزاء راحوا فين؟ يعني عبد العزيز السيد في ثلاث ضربات جزاء راحوا فين؟ في محمد الحنفي موسمين في ست ضربات جزاء راحوا فين؟ بس خلي بالك، كل الكور اللي انت بتقول عليها دي كور كانت فنيه، ممكن يبقى فيها جدال. اللعبه اللي احنا فيها دي ما فيهاش جدال. يعني انت لو تجيب اي من حد، لا الكره ركله جزاء. ياسر محمود اخباره ايه؟ كابتن ياسر محمود من الحكام بتوع اسكندريه طبعا، اللي عملوا مواسم كويسه جدا، في سوء توفيق بسبب سلوك لعيب غير جيد خلاه يبطل تحكيم. يعني مش قصدي يا كابتن سيد كل حاجه هنجيبها على الحكم. بذمتك السماعات دي شغاله؟ لا انا متاكد بقى
الناس شغاله في الماتش ده. طب انا اقول لك حاجه، انت عارف بقى لو ما كانتش شغاله في الماتش ده والله كانت تحسب ضربه جزاء. لو مش شغاله طبعا. طبعا خلاص ما مش محتاج اسمع بقى يعني. هي بسبب انها شغاله احمد حمدي السيد شغاله وما اتحسبتش. بص خلي بالك انا مش عايد لك، احمد حمدي من احسن الحكام يا كابتن سيد اللي موجود. ده انا بقوله، انا بسال سؤال لكابتن عصام عبد الفتاح، اشمعنى ده اللي اتنفى؟ ليه ده اشمعنى اللي اتنفى؟ اشمعنى ده؟ سيبك ان هو غلط في حقنا. يعني ثلاث ضربات جزاء مفيش اوضح من كده، لكن اشمعنى ده؟ ما ترجعه يا سيدي. ولازم يعني يرجع. ما ترجعه صح؟ انا معاك انه لازم يرجع. يعني انا هقول لك حاجه يعني مدير المفروض برضو اقولها، انا في بعض الحكام اللي لعبوا في الدوري الممتاز طبعا لا داعي لذكر اسمه بيقول لي انا عملت مباراه كويسه ومع ذلك انا ما لعبتش تاني، والكلام ده اكيد لجنه الحكام سمعاه ولازم تسمعه ولازم يبتدوا يبصوا على الحاجات. لا مش مش هقدر اقول اسمه طبعا. طارق سامي عمل بسيوني فين؟ بسيوني في اسكندريه فين؟ لا انا مستني عاشور بقى. انا مستني عاشور راجع من الحج ماشي. يعني هو النهارده لسه جاري ان شاء الله، المفروض يبتدي يلعب في الموسم في الاسابيع اللي لو جاي هروله. تعرف لو جاي هروله قلت له، انا قلت له عاشور انت انت لو ماشي كان زمانك. احمد الغندور كابتن احمد الغندور كان جاي من تونس ولعب. من 48 ساعه ولعب بالظبط، لعب مباراه النجوم والاسماعيلي. اللي عايز العبه هلعبه. ماشي عندك اتفضل. المهم حبيبي يا كابتن سمير. لا كده يعني كده احنا دخلنا جامد. لا لا ازاي لا بس انا بص انا مصر. المهم فكلمك كده، حكم لعب مباراه كويسه ولا داعي لذكر اسمه. كان فيها بعض الاخطاء. انا برضه لو ياخد حقه، احنا ليه جايين بس على الناس اللي هي خلاص. انا من ضمن الحكام اللي لعبوا مباريات كويسه من وجهه نظري انا، اوكي، وكانت هي الاخطاء العاديه مثلا زي وائل فرحان في حكم دم منطقه اسماعيليه عمل مباراه كويسه جدا، في محمود ناجي برضو من الحكام اللي صعده برضو اللي عملوا شكل كويس في المباريات. ففي طبعا انا نفسي اشوفه برضو في الفتره الجايه، في سعيد حمزه، في محمد سلامه. على فكره سعيد حمزه ده ممتاز. طبعا ممتاز. عارف ليه كمان؟ عشان شخصيته قويه ممتاز. جدا ممتاز. عندنا في طارق سامي جريته تخض صحيح شويه يعني الجريه بتاعته. انت عارف هو مسمي نفسه ايه؟ اسد بجد. هو نزل فيديوهات انا الاسد. ايه حكايه الاسد دي؟ حكايه الاسد يا عم. واخد بالك انا بس كويس جدا. انا بس يا كابتن سمير، عارف سعيد حمزه انا خسرت معاه مباراه الاهلي وادي دجله. خسرت معاه بس انت بتروح للحق. برافو يعني عليك. والله طبعا مباراه وادي دجله الاهلي خسرها 1-0 اللي كانت في برج العرب مع كارتيرون، لما كان كارتيرون ومارتن نيول هو اللي ماسك الاهلي. ما عندوش خطا تحكيمي واحد. مفيش اي مشكله خالص. فطالما انت خسرت لعب ايه المشكله؟ مفيش حاجه. تروح تسلم عليك. برافو. انا بس عاوز الاحظ حاجه من الاحصائيه اللي هي الاعداد هنا عاملها. هو جايب مباراه واحده لكل من طارق سامي، محمود بسيوني، سعيد حمزه، محمود وفا، وائل فرحان، محمد سلامه. دول ست حكام فيهم خمسه عملوا مباريات رائعه. ما خدوش دول تاني. برافو عليك. ما خدوش تاني. برافو. طيب على النقيض بقى، معلش دي الاحصائيه عندنا، واحنا بنتكلم مش بنهاجم حد، احنا بنتكلم عشان استفسار لينا احنا، وطالما حصلت المشكله يبقى من حق انتقد. يعني طالما انت عندك اسلوب في الحياه او الاداره وانت ماشي زي الفل، وانا معترض على حاجه اقول لك تسكت خالص، ما تفتحش انا معاك صوتك ولا تفتح بقك. ليه؟ تمام. ولا تعلي صوتك. ليه؟ لان انا ماشي صح. لكن لما تقول لي ابراهيم نور الدين ومحمد معروف وطارق مجدي وامين عمر الاربعه حكموا اربع مباريات كل واحد كتير، اوكي 16 مباراه، سيبك من كتير. تعال هنا خد امين عمر عنده بنالتي كارثي في مباراه مصر المقصه والمصري. كارثي ولا مش كارثي؟ كارثي. طارق مجدي اوكي في مباراة الأهلي مع الأهلي والحرس. الأهلي والحرس أوكي تمام. عندك محمد معروف عنده بنالتي كارثي في مباراة الزمالك وإنبي لصالح إنبي، بنالتي كارثي بتاع جنش، وعنده بنالتي كارثي لمباراة المصري والاتحاد السكندري لصالح المصري. أوكي عندك إبراهيم نور الدين لا تعليق. فأنت عندك هنا أربع حكام اللي أداروا عندهم ضربات جزاء ومشاكل في معظم المباريات اللي قدروا. تمام. بص انا ما عنديش مشكله في حته التكرار، بس طالما الحكم بيجيد اكرر، انما حكم بيجيد ما عملوش تكرار وحكم تاني عنده تكرار في مباريات وكرر له وهو عنده مشاكل، فهذه بتبقى برضو نقطه استفهام شويه. ليه احنا 19 حكم واحنا كابتن عصام كان قال له انه هيلعب ب 30 حكم؟ لا يعني انك تكرر في وقت زي ده كتير قوي، انت لازم تجرب بقيه الحكام وتدي لهم فرص ثانيه عشان تقدر تكمل بقيه المسابقه. صحيح. رئيس اللجنه زي المدير الفني للجنة الحكام لازم يبقى عنده عدد كافي عشان يكمل. لاعبهم الاهلي. ايه؟ لا والله بص انا بكلمك يعني انا عندي هنا في اسامي ناس كويسه جدا. اتفضل. يعني ولازم خلي بالك لازم ابراهيم يفوق ويرجع تاني عشان ده انت محتاجه برضو الفتره الجايه. انت لسه انت عندك الدوري هيخلص في شهر اغسطس. اوكي. تمام. دي يعني دي واحد زي دي مثلا محمد الحنفي ما شفاش الحاجه من الخامس ما يشوفهاش.
لا طبعا دي ضربه جزاء. ايوه ما انا عارف ان دي ضربه جزاء ما اتحسبتش. الحكم الخامس فين؟ هو كان موجود. النبي هات له اسمه الله يخليكم. النبي هات له اسمه. في حاجه والنبي هات له اسمه ده الله يخليكم. لا بلاش والنبي هات له اسمه. هقول لك مين ده غالبا. مين؟ والنبي يا جماعه مش ممكن يا جماعه. ده محمد الحنفي يعني ما فيش مشكله. ست ضربات جزاء على الزمالك في موسمين. سته والله سته. اتنين على الزمالك سته. اي لو ضربات جزاء ما فيش مشكله. اتنين بس خلي بالك. المقصه اتنين في المقاولين واحده في الانتاج وواحده كمان فين؟ دول اتحسبوا يعني ولا ما اتحسبوش؟ ما اتحسبوش. سته. ست ضربات جزاء. الواحده في المصر. واحده في المصر. اتفضل يا ابو كباتن. فغالبا هو الحكم الاضافي الخامس ده غالبا كان طارق سامي. غالبا يعني كان طارق سامي غالبا. لا مستحيل. غالبا اقول لك غالبا. ده انا هزعل قوي. طارق سامي هزعل قوي. شفت انا وصلتك ليه؟ لان الحكم مش هيقصد انه يخطئ. ليه؟ عشان طارق انت واثق فيه جدا واثق من امكانياته عشان كده هو ممكن ما يخطئش. تمام. تعرف انا نفسي اوصل ليه يا كابتن؟ ده امين عمر بقى. معلش انا اسف قبل ما اقول لك انا نفسي اوصل فيه. ده السنه اللي فاتت مباراه الاهلي وانبي ما حدش افتكرها اساسا ولا حد اتكلم عليها خالص. ماتش ثلاث ضربات جزاء لامين عمر في المباراه دي. ثلاث. دي ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء؟ ركله جزاء. طيب شوف دي بقى بعد اذنك في الاعاده. ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء؟ لا ركله جزاء. هو حسبها ولا ما حسبهاش؟ حسبها. بقول لك ثلاث ضربات جزاء ما حسبهمش. الثالثه ده انا فاكر ضربات جزاء ثانيه. ثلاثه جابوا فينا هاتريك امين عمر واحمد حمدي وعبد العزيز السيد في طنطا والزمالك. ثلاث ضربات جزاء في كل مباراه. طنطا والزمالك. طنطا والزمالك دي بتاعت السنه اللي فاتت محمد الحنفي. لا هات لي هات لي طنطا والزمالك ما تعرفهم. تمام. ثلاثه هاتريك. اوكي. طب اشمعنى احمد حمدي اللي مش موجود؟ ليه احمد حمدي اشمعنى هو؟ واحمد من الحكام الكويسه يا سيدي. ماشي ما ممكن يكون اخطا ماتشنا. ماشي بس هو حكم كويس. اخطا. انا بقول لك انا اكتر واحد هاجمته واكتر واحد انتقدته. لكن طالما الامر كده فيه اخطاء وانت بتقول ان هي اخطاء ووارده اللي احنا بنسمع عليها على طول. طب ليه محمد الحنفي مستمر بالشكل ده؟ ليه امين عمر مستمر بالشكل ده؟ ليه عبد العزيز السيد مستمر بالشكل ده؟ ليه اشمعنى ده اللي اتنفى؟ خلي بالك برضو انت المعامله مع الحكم الدولي بتبقى مختلفه. خلينا واقعيين. الحكم الدولي بيتعامل غير حكم الدرجه الاولى. ليه هو شريف رشوان كان دولي؟ لا بس شريف كان رشوان كان حكم كره خماسيه دولي. وشيف كان من الحكام برضو خلي بالك يعني برضو كان ليهم وزن برضو في الدوري المصري بصراحة يعني. وبرضو في حكام برضو في موجودين برضو في الدرجة الأولى ممكن يديروا مباريات. وإحنا شفناهم السنة اللي فاتت زي مثلا هشام الفلال زي وليد عبد العزيز زي وليد عبد الرازق. في حكام كتيرة ممكن يديروا المسابقة وخاصة لسه بتتكلم في بدايتها يعني. بس هي النقطه طبعا لازم يبقى في جيل تاني وتالت يقدر يكمل بقيه المسؤوليه. طبعا الاخطاء اللي جايه على الشاشه دي طبعا دي اخطاء اعتقد دي مواسم سابقه. واعتقد يعني كان ساعتها المحللين اتكلموا فيها كتير. قلت لك ودي ما فيهاش طبعا. قلت لك اشك على حسن على طارق سامي. كان اسمه محمد حسن وطارق مجدي. محمد حسن ده الحكم الكره الدولي كره شاطئيه. محمد قلت لك طارق سامي. الحكام كويسين جدا. قلت لك طارق سامي. لا اتفضل. انا بقول لك ان في عندنا حكام كتيره ممكن يديروا المسابقه باسلوب كويس. بس برضو يا كابتن سيد هتبقى في اخطاء. لازم تبقى في اخطاء. انا عاوز حضرتك كنت عامل فقره الاخطاء التحكيميه صح ولا النهارده تمام في الدوري المصري. برضو في اخطاء تدريبيه من المدربين. احنا كلنا بنتفرج وكلنا والناس كتير خبر بيقولوا المفروض ينزل فلان يلعب 4 4 2 يلعب 4 3 3 يعني بتبقى برضو فيها اختلافات كتيره يعني. فعندك حاجه تانية يا كابتن سمير؟ لا كده تمام يا كابتن. طيب خليني اقول لك عشان التواصل بس عشان الناس معانا كتير جدا. تمام. حسن جابر بيقول احمد فتحي هو اللي كان لازم يروح المنتخب. سؤالنا يا كابتن سمير كان حضرتك برضه عشان تبقى معانا. مين اللاعب من وجهه نظركم اللي كان يستحق يروح المنتخب وما تمش اختياره من وجهه نظركم انتوا؟ كمان النهارده يوم فري. عارف لما بتروح تخسس ولا حاجه فالدكتور يقول لك انت النهارده اللي يوم فري. طبعا انا ممكن اضيف لاعبين برضه من طبعا احمد فتحي وحسني عبد ربه. وحسني عبد رب. اوكي اختار كابتن سمير رايح لاحمد فتحي وحسني عبد رب. شيري من راي وليد سليمان ومحمد مجدي قفشه لاعب بيراميدز واحمد فتحي دول الثلاثه كان لازم يروحوا في المنتخب. هشام عبد الجليل السوليه وفتحي ووليد سليمان من الاهلي كهربا من الزمالك وقفشه من بيراميدز وتحيه خاصه ليك يا محترم الله يكرمك. محمد علي ووليد سليمان وعمر السوليه. عشري بيقول الكابتن وحسام عاشور وفتحي ووليد سليمان. محمد عبد التواب وليد سليمان وعمر السوليه. محمد انور عمرو السليه. محمد ابراهيم وليد سليمان. اسماء احمد اكيد وليد سليمان وعاشور والسليه. والله يا كابتن برنامج حضرتك وبرنامج ملك وكتابه دول فعلا البرامج التي اعتبر لا وكمان الاهلي الليله وكلام في الميديا وكل البرامج اللي موجوده على قناه الاهلي يعني لازم تشوفوها.
محمود زهران اكيد وليد سليمان طبعا والسلاله شريف العقبي وليد سليمان وحسام عاشور انا عبد الهادي بالتاكيد عمرو السليه احمد يوسف كابتن سيد تحياتي لحضرتك واكيد وليد سليمان عمرو السليه فقط في الوقت الحالي واللي جاي والباقي يستعيد مستواهم مصطفى سالم وليد سليمان واحمد فتحي بالاخص عليهم علامه التعجب ليه ما راحوش المنتخب اسلام شوقي انت كابتن سيد انا اللي راح المنتخب واحده واحده سعيد بدر احمد فتحي محمد ابو زيد وليد سليمان وعمر السليه ميدو اكيد المنتخب محتاج لاعب زي وليد سليمان وحسام عاشور او السليه عبد الحميد عمار اهلا يا ابو الكباتن يا كيدهم انت كابتن باخلاقك راجل الله يكرمك يا رب الله يكرمك يا عبد الحميد شاكر جدا سعيد المصري الاماراتي سعيد المصري الاماراتي الكابتن احمد فتحي اسامه شعبان احمد فتحي وليد سليمان السيد محمد محمدي احمد فتحي ميشيل عمرو السليه وسعد سمير هاب السيد اكيد احمد فتحي وليد سليمان يا كابتن سيد حمدي مختار حبيبي يا كابتن سيد خليك مستمر احنا وراك يا الله يكرمك وليد سليمان وطبعا احمد فتحي ايمن الكينج احمد فتحي وعبد الله السعيد ووليد سليمان وهاني محمود احمد فتحي وليد سليمان حسام عاشور وليد سليمان حسام عاشور وعمرو السليه شوقي الهواري انا من وجهه نظري يلعبوا بالاهلي كله وياخدوا كاس العالم مش كاس افريقيا ميرو الاهلاوي مساء الخير ابو السيد بصراحه حرام فتحي وعاشور وسليمان ما يروحوش حسام عاشور وفتحي ما ينضموش للمنتخب ايه علاء فتحي وعاشور ووليد سليمان يا كابتن سيد اللي بيقولوا دايما دايما ان الاهلي هو اللي بيكسب الحكام والزمالك بيتظلم من التحكيم انا قلت في بدايه الفقره بتاعتي النهارده يعني كان واخواتها لان الامر مستمر وما زال وما دام وهيستمر مره ثانيه وقلت اللي بيقولوا كلهم يعني لو انا بقول الاهلي بيكسب بالحكام والزمالك بيتظلم من التحكيم دعيت دعوه قلت يا رب سامحني على الكذب اللي انا فيه ده يا رب والنبي سامحني يا رب انا قعدت 5 ساعات بلا مبالغه يا كابتن سمير بلا مبالغه اجيب حالات تحكيم في 3 سنين بس قعدت لحد الفجر بس ما فيش حالات جات لي طب كويس الحمد لله لحضرتك ولا جبتها وشلتها انت حبيبي بس انا نسيت برضو حكم الحكام الاداري يديروا احمد العدوي برضو من السيس طبعا لازم هناخد شويه النهارده لان معانا كمان كابتن عادل عبد الرحمن وكابتن اسامه حسني نتكلم في المنتخب ونتكلم في الدوري ونتكلم على الامور التحكيميه اكيد معاهم بشكل كبير جدا لكن قبل ما حضرتك تغادر وتسيبنا خلينا ناخد واحد من رموز كره القدم المصريه عبر تاريخها يعني سيقف التاريخ طويلا مع عادل القيعي مساء الفل يا كابتن عادلي نور يا كابتن سامي تحياتي ليك تحياتي لكابتن سمير اهلا وسهلا باشمهندس زاهر بصراحه انا قلت لهم الحقوا قبل ما يمشي الكابتن سمير اتفضل يا كابتن كابتن سيد لو سمحت ارجع تاني للقطه بتاعه خاطر ها لان انا كنت هشربها زي كل مصر ان ابراهيم نور الدين هاتها يا سمير بعد اذنك تعليمات جاله مكالمه غيرت رايه من الحكم الخامس انا عايزك بس تاخد اللقطه عشان تكتشف المكالمه جات له بعد ما هو خد القرار وقضى ظهره امشي بقى امشي عادي هيبدا يتكلم في السماعات مظبوط هيبدا يتكلم في السماعات امشي عادي يا معلم امشي عادي شوف هيحط ايده فين كان ابراهيم عمل ايه بقى كان رجع يبقى ابراهيم ابتدى يكلمه دلوقتي فابتدى يسمعه دلوقتي ابراهيم اللي خد رايه بعد ما اتغير وخد قراره هو ابراهيم افتكر طب ومسكته للصفاره دي مسكته بس عشان كابتن سمير ما حدش يقول لي اخطاء تحكيم ما حدش يقول لي الاخطاء وارده الاخطاء وارده ما يحدث ليس اخطاء تحكيم لا ما احنا قلنا دي ركله جزاء انا بقول لك الكلمتين اللي انت قلتهم النهارده معناها ان ما حصلش تحكيم لا يعني انت قصدك الاثنين يتكلموا وده يقول لا انا ما قلتش وده يقول كل واحد لوحده يا حلاوتي يا صلاه النبي صحيح مواجهه بقى صح كابتن عدلي انت فتحت حاجه في منتهى الاهميه مش عارف غابت عني ازاي لكن يعني بينك بنستفيد دايما لو ده قال حاجه وده قال حاجه ليه المواجهه انا ما بتكلمش على هي مش نيابه على فكره لا هو بس هقول لك حاجه بتتكلم على حاجه كابتن وانا بقول حاجه تمام. واللي امر يخصنا احنا الاثنين من الاخر بقى ها؟ مفيش حاجة اسمها القانون متعدد الكلام اللي بيتقال لنا لا بص انا عاوز اقول حاجة الحكم شاف حاجة يحسبها بص يا كابتن لو قال له الغي يقول له لا جوه لا بينتي بس يا باشمهندس انا عاوز اكد لحضرتك تعرف لو في حسن نيه يا كابتن سيد النبي عشان اقول كل اللي عندي قول يا ابو كباتن جابوا على كل عارف قول يا ابو كباتن لو في حسن نيه كان حسب
وبعدين يروح يساله لو كان عايز يلغي يلغي بعد ما يتشاور معه. صح هي دي بيتكلم صح على بص بص زي الفار يا ابو كبات. بص زي الفار. بص يا بص يا باشمهندس انا مع حضرتك في النقطه الاخرانيه. هو اول حاجه طبعا لسه ما فيش تحقيق تم ولازم تحقيق طبعاً. لازم اجيب الست حكام بما فيهم هراب ده رقم واحد. رقم اثنين اللي حضرتك قلته هو ده كان الطبيعي اللي يحصل. كان الطبيعي اللي يحصل انه كان يحسب ركله جزاء وبعد كده يروح للحكم الخامس ويجيب الاضافي ويجيب الاربع حكام ممكن كان يتشاوروا فيها وكان ممكن فعلا يرجع في رايه. انت هو ده المفروض المفروض اللي كان يحصل. ما حصلش. ما حصلش فعلا. ما حصلش. بس اصبر عليا بقى. اصبر عليا عشان الثقيله جايه. هتفضل. الذي يؤكد ان الغرض مرض التصرفات اللاحقه وعدم اجراء تحقيق شفاف والمبررات التي تقال لنلغي بها عقولنا لا في فساد. وانا حاطط هدومي في الشطه مستعد اروح. بس سلام عليكم. كابتن عدلي استنى تروح فين؟ يعني احنا اخترنا النهارده كان واخواتها كان عنوان للحلقه. تعرف كان تتبرى من اخواتها بقى. كان تتبرى. طب انا نفسي في اثنين من اخوات كان، واحده شيئتها والثانيه مش شيئتها. انت عارف كان امسى اصبح اصبح ما زال ما دام كل دول من اخوات كان. احنا نفسنا في من فكه دي اختها شقيتها. هو مفاتيح ومفكه ومنحله. نفسنا احنا في منحله دلوقتي. نفسك في ايه؟ نفسي في منفكه دي اخوات كان شقيتها على فكره. تمام. ومنحله نفسنا ننفكه وننحله من الاخطاء التحكيميه. كابتن عدلي رأي الرحالة. شرفتنا كابتن عدلي. شكرا جزيلا لحضرتك. سليمان نجيب ده كان عبقري. عم سليمان نجيب ده كان عبقري. كان باشا. باشا. باشا ايه. بس انا بقول لك كابتن طبعا. يعني هو فعلا لسه التحقيق لسه ما اتعملش زي ما كابتن عدلي توقعه. هو طبعا استشاف لسه ما فيش تحقيق اتعمل. وطالما لسه ما فيش اسبوع قادم لسه اتعمل اعتقد لازم واجب على لجنه الحكام طبعا تقعد مع الحكام وتعرف مره التحقيق مش عشان اعرف باسمين غلط عشان ما تتكررش تاني. بس وان شاء الله يا رب اتمنى العمور تعدي على خير باذن الله. نورتنا يا ابو كبير. شكرا كابتن. شكرا جزيلا. الفقره الخاصه بالتحكيم خلصت لكن هقول نفس الجمله اللي قلتها في الانترو بتاعي في المقدمه. تخدعني مره عيب عليك، تخدعني مرتين عيب علي. بعد الفاصل مع نجومنا كابتن عادل عبد الرحمن كابتن اسامه حسني وحاجات خاصه بالخمس اسابيع واكيد موضوعات اخرى وكمان مباراه النيجر بكره باذن الله بين المنتخب الاول المصري ومنتخب النيجر. كل التوفيق لمنتخبنا باذن الله. والامور التفصيليه التحليليه الفنيه مع نجومنا كابتن عادل عبد الرحمن وكابتن اسامه حسني.